السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلا مقدمات، كيف ما كتشوفوا درس في خمسة ديال الدقائق، حوالي خمسة ديال الدقائق. دونك اون فا فواغ، نعاودو نشوفو لاناليز دي سوجي دو لا برودكسيون ايكريت بسرعة، لأن الامتحانات قربو، ما كاينش الوقت للدروس طويلة جدا. إلا بغيتو الدرس طويل جدا، شوفوا في لا ديسكريبسيون لتحت، غادي تلقاو الرابط. نشوفوا هذا الموضوع ديال الأكاديمي ديال Chawia. Donc, vous avez de moins en moins de les gens viennent en aide aux personnes en difficulté ou en danger. Donc, que pensez-vous de ce comportement? Ou rédigez un texte argumentatif. Donc, on a un sujet qui est cool, mais il y a des choses. Enfin, je trouve des choses. On a l'assertion, on a les consignes, on a les critères. كل نص موضوع كيتكون من هادو، احيانا كيكون غير لاسيرسيون لي كونسيني، وبعض المرات كتكون غير لا كونسيني بوحدها، ولكن هذا نادر جدا. فاذا لاسيرسيون شنو هي؟ لاسيرسيون هي ديك المقدمه الاولى اللي كيعطوني. لاسيرسيون بالفرنسي هي لافيرماسيون، هي التاكيد، هي المعطى الاساسي. فهاد لاسيرسيون كيكون فيها مثلا فيكتور هوغو بونس كو، ولا سيرتين بيرسون بونس كو، ولا دونك. فاذا هذه ما كتعطيناش الطريقه اللي غنجاوبوا بها على الموضوع عذرا، كتعطينا فقط موضوع النقاش. فهنا قالوا لنا بانه موضوع النقاش هنا ملي حددنا موضوع النقاش، بطبيعه الحال بعد ما غدير ديك الدراسه العاديه ديال تشوف الكلمات الاساسيه، تحاول تفهمها باش تعرف بالضبط اشنو اللي غادي تناقش. فاذا ملي كتحدد موضوع النقاش كتجي كيف ستناقشه، هنا كيكون لو بلون. هنا الا قالوا لي ما هو رايك حيال هذا التصرف، هنا راه طلبوا مني الراي، ولكن الا قال لي ما هي الاسباب التي تدفع الناس الى مثل هذا السلوك، وما هي الحلول المقترحه. فاذا ما نكتبش موضوع بنفس الطريقه. الا قال لي ما هو رايك، غنكتب موضوع بلي بلان دوبينيون. لي بلان دوبينيون كاين بلان ديالكتيك، وكاين بلان كونسيسيف، وكاين بلان بروغريسيف، تلقاهم في لا فيرسيون لونغ، ولكن غيتبعوا في هاد الايام بسرعه ان شاء الله في لا فيرسيون كورت بحال هذه. فاذا ملي كيقول لي الاسباب والنتائج، كنمشي واحد النوع اخر ديال لي بلان، اللي هو لو بلان اناليتيك، تحليلي. الا قال لي بارلي نو دو سو فينومين، اذا تحدث عن هذه الظاهره. هنا كيطلبوا مني ان اوتر تيب دو بلان، كيطلبوا مني نوع اخر ديال لي بلان، كيطلبوا مني البلان تيماتيك. ولا قال لي قارن هذا السلوك مع سلوك الناس في الماضي، كنطلبوا مني السلوك ديال اليوم، وقال لي قارنوا بالسلوك ديال الماضي. كندوزو واحد النوع اخر ديال لي بلان اللي كيتسمى لو بلان كومباراتيف. فاذا فهمنا ياك، هذا لاسيرسيون كتحدد ليا بالضبط موضوع النقاش. ولي كونسيني تعليمات هما اللي كيحددوا ليا لو بلان، وهاد لي كريتير كيعطوني شروط ديال الكتابه. كيقول لي مثلا في هذه بغينا 15 سطر، كيقول لي في هذه مثلا لورتوغراف راه غنعطوا عليها جوج نقاط، كيقول لي في هذه مثلا التنظيم ديال الورقه راه غنعطوا عليه نقطه. فرد بالك ملي كيطلبوا منك هذيك الكتاب، عرف بانه واخا تكتب كتابه ممتازه، اي نقطه فرطتي فيها في هاد النقاط اللي كاتبين لك في الكتاب كيمشوا لك النقاط ديالها. الا كانوا عاطين على الاسلوب خمسه النقاط، غتكتب حتى اسلوب مخير، غتاخذ خمسه النقاط ديال الاسلوب كاع، ولكن غيضيعوا لك خمسه النقاط ديال حوايج اخرى. فاذا ما بقى لي الا نودعكم، ونوعدكم باننا غادي ننشطوا بزاف هاد الدروس القصيره، لان الامتحان قرب وهي اللي كتنفع. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، نسال الله عز وجل التوفيق للجميع.